سأل علي. قلت له ايه؟ عندك اكتئاب تتعالجي. سأل عن بابا. طب هو اقتنع بموضوع الحادثة؟ ايوه، بس كان عنده شوية اسئلة، كان قلقان علشان انتي ما سألتيهوش او ما كلمتيش معاه. ما كنتش عارفة اقول له ايه علشان ما اعرفش هم قالوا له ايه. معلش معلش، فترة واحدة عندي. تفتكري انا ممكن اكون فعلا قتلتهم؟ انتي مش فاكرة حاجة خالص؟ مش فاكرة الحادثة ولا حتى فاكرة اليوم. مش فاكرة. طب تفتكري أنا ممكن أكون فعلا عملت كده؟ بتاكل ايه؟ محشي. يا ولد يا ولد يا ولد. طيب جدتك فين بقى؟ في البلكونة. طب بقول لك ايه؟ روح كمل اكلك بس ما تخلصش. بقول لك ايه؟ مامتك بتسلم عليك. هي كويسة؟ سنك ما يسمح ليكيش بكمية السجاير اللي بتشربيها دي يا اسهام. عايزة ايه يا نهال؟ رحت زرت مالك النهاردة. انتي حقيقي ما رحتش تشوفيها لحد دلوقتي؟ ما رحت لهاش عشان انتي تروحي لها وترجعي تقوليلي ان انا المقصرة، بس انتي الحنينة اللي راحت زارت بنتي اللي انا ما عبرتهاش. أنا خايفة تكوني بتلوميها على اللي حصل. لا والله. أنتِ مش متخيلة حالتها عاملة إزاي. وأنتِ مش متخيلة أنا حالتي عاملة إزاي؟ ولا دي حاجة ما تهمكيش؟ لا يهمني، يهمني طبعًا يا سام. بس أنا عارفة ومتأكدة إنها اتظلمت. زي ما أنتِ اتظلمتي. بس هنفضل في دايرة الظلم ده كتير؟ الظلم إيه اللي أنتِ بتتكلمي عنه؟ تعرفي انت ايه عن الظلم عشان تتكلمي عنه بجد يعني؟ انت لا عمرك شلتي هم حاجه، ولا بيت ولا فلوس ولا عيال ولا اي مسؤوليه. يا حبيبتي احنا بنتكلم، انت مالك قلبتيها خناقه كده ليه؟ لا مفيش خناقه ولا حاجه، بس انت اللي مش فاهمه وعمرك ما هتفهمي كمان. انت جايه لي بمنتهى البساطه تحطي لي رجل على رجل، عماله تراقبي في حياتي وتحكمي على تصرفاتي عشان توصلي في الاخر ان انا السبب في كل اللي حصل اني ما عرفتش اربي بناتي. انت فاكره يعني ان انا ممكن اخاف أقول لك إن هي دي الحقيقة؟ آه، كنت منتظرة إيه من بناتك بعد ما عيشتيهم طول السنين اللي فاتت دي في كبت؟ صح، أنتِ صح جدا، أنتِ شاطرة وحلوة وعرفتي تساعدي نفسك، بس أنا بقى ما عرفتش أربي بناتي وعشان كده في الآخر قتلوا بعض. صح صح يا نيل، انتي صح. ادم ادم
مش انت مش طايق عيشها معايا؟ اتفضل كلم عمتك، خليها تيجي تنخزق من الساحره الشريره. اتفضل. وانت ارتحتي؟ اطمنتي كده؟ كله تمام صح؟ يلا اتفضلي روحي شوفي اشغالك. كفايه عليكي قوي لحد كده، مش عايزه حد معايا، مش عايزه حد. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ملك؟ اتفضلي خشي. عامله ايه دلوقتي؟ لا بس وشك مستريح النهارده. تشربي حاجه؟ طيب قولي لي بقى، مين اللي جت زارتنا النهارده؟ خالتي. وزياره كانت حلوه ولا وحشه؟ حلوه، انا بحبها. طب قولي لي، مين اللي عايزين يزورنا ولسه ما جاش؟ ماما، او يمكن هي جت وانا مش فاكره. لا انت صح يا ملت، هي فعلا لسه ما جتش، اكيد مشغوله. كفايه عليها ادم. قولي لي يا ملت، انت ومامتك صحاب؟ يعني لو حصل اي حاجه بتروحي تتكلمي معاها على طول؟ لو حاسه انك مش عايزه تقولي بلاش. دكتور انا لو فعلا كنت قتلتهم مش فاكره. ممكن اعمل كده زي هاله؟ اموت نفسي؟ طب انا هروح لعمته علا. انت هتروحي فين يا هاله؟ خليكي قاعده هنا. لا يا حبيبي، انا كبرت على شغل المدارس ده. هترجعي امريكا بسرعه كده؟ مش هرجع قبل ما اطمن عليك وعلى مامتك. انا هروح اقعد في اوتيل احسن. اساعدك طيب؟ لا يا حبيبي، ما تشغلش بالك. انا اتعودت دايما شنطتي تبقى خفيفه في السفر. شيلين طيار. دي تاني مره اني لحقتي من بيت لبيت. من بعد الحادثة. حبيبي الحركة حلوة برضو، واعمل حسابك محدش بيتعلم وهو قاعد على كرسي. أنا عايزة أقول لك حاجة، كل حاجة هنا بالورق والقلم. أنا خلاص اتخنقت. يلا نخرج نشم شوية هوا.